احنا يمكن النهارده بنتكلم في حلقتنا عن جزء كبير منها عن الصحه وعن الرياضه، ومستمرين معاكم كمان في الفقره دي. في الفقره دي هنتكلم كمان عن الرياضه، لكن كمان انجازات رياضيه كلنا تابعنا في الفتره اللي فاتت. منتخب مصر رفع الاثقال من ذوي الاعاقه او متحدد الاعاقه، واللي اثبت الحقيقه ان هم الاقدر على رفع اسم مصر عاليا بعد فوزهم الحقيقه مؤخرا بسبع ميداليات جديده دولية في بطولة فزاعة الدولية الثامنة لرفع الأثقال، واللي أقيمت مؤخرا في دولة الإمارات الشقيقة من فترة من 25 فبراير وحتى 4 مارس من هذا الشهر. المنتخب المصري من ذوي الإعاقة توج بميداليات متنوعة، تمثلت في 3 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية و2 ميدالية برونزية، ودي الحقيقة مش المرة الأولى اللي بيحصل فيها ذوي الإعاقة على عدد كبير من الميداليات في بطولات دولية. كلنا شفنا كمان الانجازات في البطولات البارالمبيه او الاولمبيات البارالمبيه، وتوجوا ايضا ب 12 ميداليه في اولمبيات ريو دي جانيرو نهايه العام الماضي، وتفوقوا على الاصحاء اللي ما حصلوا الحقيقه على 3 ميداليات فقط. هنتكلم عن انجازاتهم وكمان الفتره الجايه ما الجديد وايه اللي بيسعوا لتحقيقه ان شاء الله هذا العام. وبيسعدنا يكون معانا كمان استاذ احمد ادم امين صندوق اللجنه البارالمبيه المصريه وعضو مجلس الاداره. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ حسام. صباح الخير على حضرتك، منورنا يا فندم. خلينا نبدا بالجهود الاخيره للجنه، وخلينا كده نفهم برضو من حضرتك اوفرول علشان بعد كده نخش بقى في التنسيق مع وزاره الشباب. او طبعا مبروك طبعا في البدايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس لو سمحتوا لي بس حابب اقول ايه هي اللجنه البار اولمبيه. ممكن جدا فعلا بنحب نشرح عشان معظم الناس. اللجنه البار اولمبيه دي تم اشارها برقم 1 لسنه 1982 وهي اللجنه الوحيده اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه المسؤوله عن تمثيل مصر في المحافل الدوليه. تمام. بالنسبه للاعاقات الحركيه. نعم. والسمعيه. نعم. سواء للسيدات او للبنات. دور اللجنه البار اولمبيه هو الاشراف على اعداد المنتخبات القوميه، تنظيم المسابقات المحليه في رياضات السباحه والعاب القوى ورفع الاثقال وتنس الطاوله والعاب القوى، كذلك امداد الانديه بما تحتاجه من ادوات لممارسه النشاط الرياضي الخاص بالمعاقين، وبالاضافه الى ان انا بدي اللعيبه بتاعت اللي هي موجوده في الانديه الاجهزه التعويضيه والاطراف الصناعيه اللي بتساعدهم على ممارسه الرياضات المختلفه وممارسه شؤون الحياه اليوميه. تمام. ده باختصار اللجنه البار اولمبيه والدور اللي هي بتقوم بيه. اللجنه البار اولمبيه يمكن بعد العوده من ريو دي جانيرو زي ما حضرتك قلت هنا جبنا 12 ميداليه، وشاركنا في دوره يمكن تعد هي الدوره الاعلى والاقوى، ويمكن عدد الدور المشاركه بلغ 170 دوله بمشاركه حوالي 4000 لاعب ولاعبه. كان في بعض الحاجات لازم اللجنه البار اولمبيه بعد عودتها من البرازيل انها تقوم بيها. اولا كان لازم على اللجنه البار اولمبيه انها تبدا تعمل توفيق اوضاع علشان تتفق مع الميثاق بتاع اللجنه البار اولمبيه الدوليه. والمقصود هنا هو اللي هو اشهار اتحادات تتبع اللجنه، ومن بعد كده اللجان دي يتم بطوله ابطال مصر في فزاع. في بطوله فزاع. دي بطوله فزاع يا فندم اللي اقيمت الشهر الماضي وحققنا فيها 7 ميداليات، ودولت غير اللي هم كسبوا الميداليات في البطوله الاخيره في ريو دي جانيرو. يعني دول مجموعه جديده. دول مجموعه جديده. تقول لنا الاسماء كده كمان لو حضرتك. انا معايا بس الاسماء، اسمح لي عشان بس يستحقوا التكريم الحقيقه. صح يا نوان؟ طبعا الاداء الحقيقي ان احنا نقول اسماء. خلينا نقول فخر. بطوله فزاع لرفع الاثقال كان معايا محمود صبري الميداليه البرونزيه، مصطفى الشافعي المركز الخامس وده مركز شرفي، ايمان شلبي الميداليه الفضيه، اميمه حسن السيد الميداليه الفضيه، حسام جمعه علي الميداليه الذهبيه، طارق مصطفى فكري الميداليه الذهبيه، ودي احد الناشئين اللي دفعت بيهم اللجنه البار اولمبيه. ده دي ما شاركش في ريو دي جانيرو. لا يا فندم. يعني طب ده حلو. انت عارف المميز هنا ان احنا بندفع باجيال جديده، ما بنمسكش بقى في كام بطل ونقول له نفضل مركزين معاهم وننسى اللي طالع. هو دي دايما ده الكلام العلمي. انت عارف خطأنا اللي دايما بنقع فيه. وعندي فاطمه محمد محروس ودي الميداليه الذهبيه ناشئات والبرونزيه عمومي، وده برضو اول مره تشارك المجموعه اللي قدام حضرتك دي اول مره تشارك في بطوله دوليه رسميه. حلو جدا. فالحمد لله رب العالمين. الانديه ايه المشاركه او الانديه؟ وعندنا محمود صبري وحسام جمعه الجعفري دول في الدهب. فانشطه اللجنه يعني ايه الانديه اللي انا عندي حوالي 103 هيئه مشتركه في اللجنه البار اولمبيه.
في انديه الشمس بتشا أندية النادي المصري القاهري، نادي القاهره، في انديه بقى خاصه بالمعاقين بعد كده بندخل فيها. دي بتشارك في الاعاقات الحركيه والسمعيه، انديه خاصه بالمعاقين. حلو جدا. لكن ابرز الانديه في نادي الصيد، نادي الشمس، نادي المصري القاهري، نادي القاهري اللي مقره قدام الاوبرا. حلو قوي. دي الانديه اللي هي بتشارك في اللجنه البار اولمبيه المصريه. ووزاره الشباب هنا بتدعم الانديه دي اللي بتشارك ولا ايه؟ طبعا يا فندم. يعني ده مهم نبقى عارفينه. يعني انا حابب بس اشكر وزاره الرياضه، الشباب والرياضه، هي بتقوم بدورها، لان احنا اللجنه البار اولمبيه قبل ريو دي جانيرو كانت مهدده بعدم المشاركه في البطوله نتيجه الضعف المالي اللي موجود في اللجنه. فبالدفعات اللي بتبعتها لوزاره الرياضه لينا قدرنا نعد ابطالنا، وان احنا نحقق 12 ميداليه متنوعه في ريو دي جانيرو. بس انا كنت متخيل كمان انه في نهاوند وحضرتك صححتي، انه في يعني في زي ما بيقولوا سوشيال ريسبونسبيلتي او مسؤوليه اجتماعيه لبعض الشركات الخاصه اجتماعية. او رجال الاعمال اللي حقيقه احيانا بنشوفهم بيدعموا برضو من الابطال الاصحاء. هل ده بيحصل مع اللجنه البارالمبيه؟ اللجنه البارالمبيه للاسف يمكن احد شركات المحمول هي اللي دعمت اعداد المنتخبات لريو دي جانيرو، شركه وحيده. برضو احد البنوك المصريه برضو دعم اللجنه البار اولمبيه، بس المبالغ اللي تم تدعيم بيها ممكن اقول لحضرتك ان هنا تكليف التكلفه بتاعه المعسكرات في الشهر حوالي 500,000. يعني فاهم حضرتك 500,000، لان ده في الرياضات كلها، رياضات المعاقين اللي هي يعني الاعداد لريو دي جانيرو. كام رياضه تقريبا دلوقتي؟ احنا عندنا سبعه. سبع رياضات. طبعا رفع الاثقال ده اللي هي الابرز الابرز فيهم. بعد كده عندي العاب القوى، عندي السباحه، عندي كره القدم للصم، وبعد عندي العاب القوى، تنس الطاوله، كره الطايره جلوس، ودي حققت الميداليه البرونزيه في ريو دي جانيرو بعد غياب طويل. وعندي السله، كراسي متحركه. دي الالعاب اللي اللجنه البار الاولمبيه بتشرف عليها. البنات مشاركين في ايه تقريبا؟ كره الطايره احنا عندنا عملنا منتخب لكره الطايره جلوس. البنات مشاركين في رفع الاثقال وحققوا ميداليات. عندنا ابطال عالميين زي فاطمه عمر الاسطوره. طبعا الاسطوره، يعني طبعا اربع دورات او خمس دورات بار اولمبيه بتحقق ميداليات، اربعه ذهب وواحده فضه. عندنا في كرة الطائرة بناته ده لسه منتخب جديد وليد، بنعده للبطولات اللي جاية إن شاء الله. عندنا في تنس الطاولة لاعبات برضو. عندنا في ألعاب القوى، وده شارك في فزاع برضو الأسبوع الشهر الماضي وحققوا 11 ميدالية متنوعة، منهم مها شعلان، ودي نائب في البرلمان المصري. والله نائب في البرلمان المصري، ده احد اللاعبات. حققنا 11 ميدالية متنوعة برضو، والبطولات دي يا فندم هي مؤهلة لبطولة كأس العالم. يعني احنا عملنا حاجه جديده في اللجنه البار اولمبيه، اللي شاركوا في ريو دي جانيرو مؤهلين طبيعي، فدخلنا مجموعه جديده بنأهله وبنعد وبنعمل تواصل اجيال زي ما حضرتك قلت. لان لما جينا نبص على التاريخ بتاع مشاركتنا من برشلونه 92 لغايه ريو دي جانيرو 2016، لقينا عدد الميداليات بتقل واللعيبه عمرها بيزيد. كان مشاركه الاولمبيه، البارا اولمبيه والبارالمبيه الاثنين مع بعض، ولا البارالمبيه بس؟ لا البارا اولمبيه. البارا اولمبيه نفس القصه برضو. لا انت عارف انقطاع، يعني احب دايما عندنا فكره ان احنا نحط بطل هو ده جاب لنا الميداليه الذهبيه، تلاقيه الدور اللي بعدها وقع وما طلعش بدل حد. لا يمكن هنا ابطالنا الحمد لله ده وده اثبتوا العكس. اثبتوا العكس، بس هنا لازم يبقى في تواصل اجيال، وده السياسه اللي انتهجتها اللجنه البار اولمبيه السنه دي. سمحنا للانديه بتسجيل لاعبين ناشئين بدون دفع الرسوم بتاعتها، تحملتها اللجنه البار اولمبيه تشجيعا على زياده القاعده بتاعه الممارسين، وده يمكن نتج عنها ان انا عندي دلوقتي ابطال ناشئين في مختلف الالعاب، في العاب القوى، في تنس الطاوله، في رفع الاثقال، ودول هيتم اعدادهم لليابان 2020. يعني ما هو الاعداد بقى ده استاذ احمد ده مهم جدا، ان انت بتعد ابطال، فعشان تعد ابطال حتى يعني ذوي اعاقه او غيره لازم بيكون في احتياجات كتيره وتدريبات معينه وغذاء معين وحاجات يعني
هل ده بيتم فعلا ولا لا؟ او هل ده حتى لو بيتم على المستوى المرجو ولا لا؟ خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه عشان ده لو ما بيحصلش نبدا من دلوقتي نخاطب المعنيين، علشان الناس دي اللي احنا بنتكلم عنهم دول ابطال وبيرفعوا اسم مصر في الخارج، فاحنا في حاجه كمان ان احنا نقدم لهم كل الدعم. صراحه انا اقول لك اتكلم بصراحه، صراحه بالاخر كده محتاجين من الاخر هو السؤال ايه اللي ناقص؟ ايه اللي ناقصكم؟ لا احنا محتاجين يكون في داعم للجنه البار اولمبيه من الشركات المصريه الكبيره، لان احنا عندنا ابطال بتشرف مصر في المحافل الدوليه وابطال ليها اسمائها بره في اللجنه البار اولمبيه الدوليه وعلى مستوى العالم، زي شريف عثمان في رفع الاثقال، زي متولي مطحنه، زي محمد الديب في رفع الاثقال، فاطمه عمر في رفع الاثقال. فاحنا عندنا ابطال محتاجين. عمليه اعداد البطل البار اولمبي بتتكلف ضعف اللي بيتكلفه البطل الاولمبي من الاصحاء، وبالتالي يعني انا من قناتكم المحترمه بدعو رجال الاعمال انهم هم يدعموا اللجنه البار اولمبيه ويدعموا ابطال اللجنه البار اولمبيه، لان ده بيعود يعني ان مصر اسمها بيتردد على في الاوساط العالميه. دي نقطه. نقطه كمان التدعيم مادي فقط ولا ممكن ياخد اشكال تانية؟ ما هو التدعيم المادي يا فندم بيتحول في صورة بعد كده معسكرات دولية، احتكاك في مشاركة في بطولات عالمية. يعني برضو احنا محتاجين ان يبقى في راعي لكل فرقة من الفرق اللي موجودة يتولى الانفاق على المعسكرات، المشاركة في البطولات التأهيلية، معسكرات اعداد البطولات العالمية. بس مش كل حاجة لو تسمح لي، يعني انا مع حضرتك ان اصلا الرياضة تحديدا في العالم او الدول اللي هي بتهتم بالرياضة بيكون في سبونسرز حتى للالعاب الفردية، ده بيحصل، بس الثقافة عندنا شوية مختلفة في مصر، فاحنا لما هننادي بده ربما يحدث ربما لا يحدث، فالمشكلة هنا بتقع برضه، او مش هنقول مشكلة، المسؤولية هنا بتقع على وزارة الشباب، ما هي المفروض عندها ميزانية في المقام التاني. يعني معلش بتدعم يا فندم وزاره الشباب. اما ميزانيه الوزاره بتروح فين؟ لا يا فندم لا. وزاره الشباب بتدعم، بس الدعم بتاع وزاره الشباب والرياضه غير كافي. هم ملاحقين على دول ولا دول ملاحقين على اي رياضه؟ انا بقى شايفه ان الناس دي اولى كمان. مش ملاحقين على حد. لا دول اقول لحضرتك على حاجه، مجلس الاداره الحالي لما استلم اللجنه البار اولمبيه كان ماينس 5 مليون، ودي مديونيه للفنادق اللي كانت بتقيم فيها البعثات. تمام. بعد لما رجعنا من ريو دي جانيرو قدرنا عن طريق سياسه رشيد الانفاق و و و ان هنا يبقى عندنا في حسابنا ما لا يقل عن 2 مليون بعد ما رجعنا، يعني من ماينس 2. يعني معنى كده ان اللجنه دي قدرت توفر 9 مليون لاعداد المديونيه و و وهكذا. ولكن ده زي ما قلت لحضرتك الدعم بتاع الحكومه مش كافي. مش كافي. تمام، نتمنى يكون في بقى. ما هي دي النقطه، هو ده الكلام المهم. لا يمكن احنا مختلفين يا فندم، لان انديه المعاقين انديه ضعيفه ماليا علشان اوفر لها الاحتكاك و و و و محتاج حاجات كتيره. كل التوفيق استاذ احمد حقيقي، وكل الدعم لحضراتكم. ونرجع نقول تاني، اي حد بيرفع اسم مصر في الخارج لازم يحصل على كل الدعم المطلوب. نشكرك يا فندم وكل التوفيق لحضرتك، ونتمنى الزياره الجايه يكون معانا بقى حد من الابطال، يا ريت. ان شاء الله. شكرا استاذ احمد. استاذ احمد ادم امين صندوق اللجنه البارالمبيه المصريه وعضو مجلس الاداره، شكرا جزيلا على وجودك معانا، واتمنى يكون ما ذكرته حضرتك في النهايه يلقى صدى في النهايه، سواء عند الدولة أو حتى عند قطاعها الخاص أو المسؤولية الاجتماعية للشركات مرة ثانية. أجازة أنت بقى لغاية الخميس الجاي، ها؟ يعني ريح شوية، بلاش حقد أنا هون ده. يا ساتر يا رب. يا ساتر. شوف حضراتكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من صباح عادي.